Everyone, I hope you are all well and good. Okay, today inshallah we are going to continue unit 13. رح نكمل unit 13 اللي تعرفنا عليها. بس who can tell me what is the title of our unit? عنوان وحدتنا. Yes, what is the title of our unit? My clothes. Very good. My clothes. My clothes. Very good. Excellent. My clothes. Let's start our lesson for today with a song. نبلش حصتنا اليوم بسونج بأغنية. بدي منكم شو تعملوا هلأ بس تسمعوا هاي السونج الأغنية. Listen carefully. تسمعوا كتير كتير منيح عشان بدكم تحكولي كل واحد من الأشخاص اللي كنتم تسمعوا أسمائهم شو بدي يشتري clothes. أوكي، إحنا أخذنا أصحابنا اللي هم أمير، تالا، سلوى، سامي، زايد وجميلة. هدول السكس الفريندز، سكس الفريندز دول الأصحاب الستة. أوكي، كل واحد فيهم بدهم يشتري نيو كلوز، ملابس جديدة. تعالوا نسمع مع بعض لهاي السونج الأغنية ونحذر كل واحد فيهم شو بده يشتري. أوكي، let's start now. راح أبلش معاكم يا حلوين. هاي عنواننا My Clothes ورح نبلش بالسونج. يلا. Track 41 Unit 13 Period 4 Activity 3 Sing. Amir has blue jeans. Jamila has green shoes. Sammy has yellow shorts. What about you? Tala has a red dress. Zaid has a white shirt. Salwa has a black skirt. What about you? Okay. هيك بنكون سمعنا للسونج. رح أرجع أعيدها مرة تانية. أوكي، وركزوا كتير منيح كل واحد فيهم شو الكلودز اللي أخدها. أوكي، يلا. Sing. Amir has blue jeans. Jamila has green shoes. Sammy has yellow shorts. What about you? Okay, هاي المقطع الأول من السونج. فيكم تحكوا لي أمير what did he buy؟ شو اشترى؟ يلا، شو سمعتوا أمير اشترى؟ Blue jeans. أمير بلو جينز. طيب جميلة، جميلة. نعم يا مير. لا جميلة. Excellent. Green shoes. Excellent. Green shoes. Very good. يلا. طيب سامي. سامي. بلو شوز. يلو شوز. يلو شوز. Excellent. Yellow shorts. Excellent. Yellow shorts. Very good. Listen, listen. إذن أمير blue jeans, جميلة green shoes, وسامي yellow shorts. يلا نكمل السونج ونشوف باقي الأصحاب شو اشتروا. يلا listen carefully. Tala has a red dress. Zaid has a white shirt. Salwa has a black skirt. What about you? Okay. Tala, what did Tala buy? Red dress. Shatourin. Thank you. Be careful. Baby Zayed. Zayed. White shirt. Yes. وسلوى آخر واحدة سلوى.
Black. Excellent. Black skirt. Excellent. Very nice. Black skirt. Very good. هذا الاكتيفيتي النشاط اللي عملناه هلا بقيس قديش عندكم مهارة الليسننج، قديش انتم بتسمعوا منيح وبتركزوا وبتلقطوا الاشياء اللي بتسمعوها. اوكي ثانك يو ايفري ون. ناو ليتس ريممبر ذا ووردز ذات وي توك وذ سديل. يلا يا سديل عبد ربه، بليز لوك ات ذا بيكتشر اند تيل مي ذا كلر and the clothes. أعطيني الكلر بالأول بعدين the clothes. يلا يا سديل. What's this? يلا look at the picture وصفي لي إياها. يلا يا سديل شايف الصورة اللي عندك إياها؟ نعم. يلا شو اسمها؟ أحكيت لك أعطيني الكلر بالأول. الكلر بالأول. يلو. أي يلو. بس سديل تحكي يلا شو اسمها بعدين؟ شيرت. Thank you. Yellow t-shirt. Yellow t-shirt. Thank you سديل. Let's go to Aya. Aya محمد. Yes. Aya محمد. Aya what's this؟ أعطينا الكلر بعدين الاسم. الكلر بالأول. يلا يا Yellow Aya. T-shirt. خلصنا من اليلو تي شيرت، الصورة اللي وراها. سور. اللون بالأول. لونه آية. الكلر بالأول. أيوة. بلاك سور. شوز. ثانك يو. بلاك شوز. بلاك شوز. بلاك شوز. فيري جود. أول إشي بنحط الكلر، بعدين الكلوز. Thank you, Aya. Majd Thaer. Come on, Majd Thaer. What's this, Majd? Black shoes. Again. White shorts. White shorts. Excellent. White shorts. Thank you. Thank you, Majd. Malak Rashid. Malak Rashid. What's this, Malak? White shorts. اوكي اللي بعد الوايت شورتس بلو جينز. اكسلنت. بلو جينز. بلو جينز. ثانك يو ملاك. ذس وان يا رواد محمد. رواد محمد واتس ذس رواد؟ ريد دريس. اكسلنت. ريد دريس. ثانك يو رواد. ثانك يو. ذا لاست وان with Jana Muhammad. Jana, what's this, Jana? Jana Muhammad. Green skirt. Excellent. Green skirt. Thank you. Green skirt. So these are the clothes and we describe them with colors. The clothes, وصفناهم بالcolors. أخذنا الحصة الماضية كمان two letters. حرفين حرفين جداد. أخذنا الحصة الماضية يا حلوين. أوكي هذا الحرف. أوكي سميناه أم وصوته ما. اسمه أم وصوته ما. أحمد محمد نافع ذكرني بهذا الحرف شو صوته يا أحمد؟ أم. أم شو صوته؟ ما. ما. تقدر تعطيني كلمة من الصورة اللي عندك بتبلش في ما؟ milk. milk. very good. thank you. اليسار. اليسار علاء يلا اعطينا كمان كلمه بتبلش في ما يا اليسار. milk. milk غير الملك. احمد حكى لنا ملك. اعطينا انت كلمه ثانيه. هاي شو؟ melon. melon. very good. thank you. thank you اليسار. فاتنة. Yes, Fatina. Fatina, another word with ma. أعطينا كلمة في ما يا فاتنة. طيب, فاتنة راحت. نشوف مرحب مرح. مرح أعطينا كلمة بتبلش. يا ميل. أوكي. يا مرح أعطينا كلمة بتبلش بما. ماوس. اكسلنت. طب مرح شو رايك انت في اسمك؟ شو ببلش؟
ما راح شو رايك في اسمك؟ شو ببلش باي حرف؟ ما 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 مرح. Excellent. Thank you. Thank you. Mom. Very good. Thank you. Excellent. مرح. Thank you. Melon. Enough. Thank you. Yeah. Thank you. هذا أول حرف أخذنا الحصة الماضية اللي هو الما وصوته اسمه أم وصوته ما. وأخذنا حكينا كمان حرف كمان بيشبهه. هذا الحرف يا عمار عرفات. عمار عرفات هذا الحرف شو سمينا الحصة الماضية؟ أن بس اسمع عرف عمار ما تشوف الكلية اللي فاتحين المايك ببين أسماءكم عندي اللي بفتح المايك غير البنادي عليه ببين اسمه ما تخلوني بليز حبايبي نطلع نطلعكم برا الحصة انكم بتشوشوا أصحابكم بليز ننتبه أمهاتنا نخلي أولادنا منتبهين على المايك ما يفتحوا جانا ليش فتحت المايك؟ أوكي يلا عمار عرفات قلنا هذا الحرف اسمه أن ممكن تحكي لي شو صوته؟ لا 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 Very good عمار Thank you ياسمين بتقدري تعطينا كلمة بتبلش بنا ياسمين نوز يا مي Excellent Very good نوز رينال اللي باسم فرسان رينال نعم يا ميس يلا عطينا كلمة بتبلش بنا nuts very good very good excellent thank you نور مرسي مرسي عطينا كلمة بتبلش بنا يا نور عطينا كلمة بتبلش بنا معلم نور Excellent يا نور اسم نور ببلش بنا Excellent very nice Thank you نور شطورة ممتازة أوكي هلأ أنا وياكم اليوم نتعرف كمان على حرف جديد هذا الحرف الحلو نسمعه كتير منيح يكتب من السطر الثاني للسطر الثالث عصاية هيك حلوة بتنزل لتحت وبنرجع بنطلع فيها مرة تانية مع فلكة طويلة هذا الحرف بدأ أسميه R وصوته R R را 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 اسمه R صوته را 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 like red rabbit خديجة يلا يا خديجة ممكن تعدي لي هذا الحرف اللي اسمه R وصوته را مرة ما راح جاوبتي يلا خديجة رابط غيره لا 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 رابط very good رابط excellent خديجة thank you أليس بليز ما حدا يحكي لي أنا هنا ما شف الأسماء ما تشوشوا على بعض أليس حسام يلا أليس حسام قولي لي اسمه R صوته را اسمه R صوته را very good محمد أيمن يلا اسمه R صوته را اسمه را Very good. Thank you محمد أيمن. محمد إيهاب. محمد إيهاب. محمد. يلا محمد إيهاب. تقدر تعطيني كلمة بتبلش برا؟ Rabbit. Excellent rabbit. جميلة. أعطيني كلمة بتبلش برا. جميلة. نعم. يلا عطينا كلمة بتبلش برا red very good excellent very good طيب في كمان يا إيمان إيمان اللي هي تالا thank you تالا نعم يا ميس تالا تالا في عندكم صحبات أو أسماء طلاب بالصف ببلشوا برا ممكن تعطينا أسماء أصحابك ببلشوا برا إذا مش من صفك من صف أول درس في عند... Excellent. رسال. رسال. روز. رينال. 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 رؤى. أرين. رواد. Very good. Excellent. Listen. عنا رواد. رينال. رسال. رؤى.
ريتال. All these names start with R. كل هذول ببلشوا ب R. Okay. يلا. هلا أنا وياكم. Yes. راتيل. راتيل. Thank you. T-shirt. Very good. Thank you. هلا أنا وياكم. Yes, miss. Yes, miss. في حدا كان بدي يحكي إشي. يلا. هلا أنا وياكم بنروح على حرف الـ R ونسمع كلمات على حرف الـ R. هلا تا R. This is a capital R. This is a lowercase R. You know how the R looks now. Let's make the letter R sound. Ra 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 ra. Yes. R is for red. R is for robots. R is for rocket ship. R is for run. R is for rose. R is for rainbow. You know some R words now. Let's make the letter R sound. Ra 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 ra. Your turn. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Ah. Okay. So this is the R. Okay. Please wait. خلينا عشان نكون ماشيين صح. Okay. خلصنا من تالا. في عنا فاتنة. فاتنة شو شفتي في الفيديو كلمات بتبلش برا؟ يا فاتنة. Red. Red. Thank you. رسال. يلا عطيني كمان رسال. Please please. Please, please. Rose. شو شفتي؟ Rose. Excellent. رسال. ميار. ميار عصام. يلا يا ميار عصام. شو شفتي كمان في الفيديو را؟ Rainbow. Excellent. Rainbow. ميار. Very good. Thank you. Rose. يلا يا روز. شو في عندك كلمات يا روز بتبلش برا؟ Yes, Rose. I'm into red. Red. Thank you, Rose. Excellent. Thank you. Very good. شافت red. يمان. يمان شو شفت؟ ما راح إذا بتضلك تجاوب بدون إذن بدي أطلعك برا الميتينج. بدي أزعل منك. أنا بمشي في عندي 41 اسم. لازم أمشي على كل أصحابي. Rose. كنان. Just wait. Run. Excellent. في عندي كلمة run. Very good. Thank you. Very nice. Okay. إذا شفنا كلمات على حرف ال R وسمعنا صوته. هلا بدي أطلب منكم سريعا. Go to your English box, please. نروح على البوك. ضايل عنا هذا السؤال في صفحة 25 إذا سمحتوا. يلا سريعا. مطلوب مني أحط circle على الحرف المطلوب. أحط circle على الحرف المطلوب. بدي أبلش مع إسلام أحمد. شوف لي أول حرف مطلوب منا يا إسلام. كتابنا البوك بيج 25 السؤال الثاني question number 2 بدنا نروح عليه أنا إحنا وإسلام ونشوف الصورة الأولى يا إسلام. شو الصورة الأولى عندك يا إسلام؟ إسلام أنت معاي؟ يلا شو الصورة؟ جينز. شو أول حرف مطلوب منك تحط عليه circle اللي هو شو؟ إج. جا جينز. هاي حطين لك على الجا في جينز. روح على الصورة اللي جنبها. شو اسمها هاي؟ جو. أورانج جوس. جوس. Very good. يلا بدك أورانج جوس. إكسلنت. بدي منك تحط لي على الجا سيركل. يلا هاي الجا هاي ضللت لك إياها باللون البلو الأزرق. هاي حط عليه سيركل. ثانك يو إسلام.
كنان إسحاق. كنان روح لي على الصورة اللي وراها يا كنان. يلا شو الصورة هاي اسمها هذا الأنيمال. يلا شو هذا الأنيمال اسمه؟ صفحة 25 السؤال الثاني find and circle. عملنا أول واحدة اللي هي الجين زيبرا. شو أول حرف من الزيبرا؟ شو أول حرف منه؟ حكيت أنت ز. يلا حط لي على الز سيركل. هاي الز شايفينه يا حلوين؟ هيني أنا كمان ضللت عليه. Thank you كنان. Thank you. بدنا نروح على روز جاوبت يمان. أرين يلا يا أرين. أرين جمعة. يلا شو الصورة اللي بعد الزبرة؟ ليش أنا بجاوبت؟ يلا يا أرين. كايت. بدنا ندور على حرف الك في كايت. يلا دوري عليه وينه؟ أول واحد. شطورة. يلا حط عليه السيركل. شاطرة شاطرة يا أرين. إلياس حسن. إلياس حسن الصورة اللي جنب الكايت شو اسمها يا إلياس حسن؟ سكيرت. يلا سكيرت. برضو بدك تدور على حرف الك بسكيرت. وين موجود؟ قديش رقمه؟ 1 ولا 2؟ 2. ايوه بالضبط هي 2. هي هذا بدنا نحط على الكي سيركل. ثانك يو الياس حسن. آية ضياء. آية ضياء روحوا لي على الصورة اللي وراها يا آية ضياء. شو في عندك؟ أنا مش ما جاوبتش. آية ضياء ثواني الكل رح يجاوب. وعد الكل رح يجاوب. يلا آية ضياء موجودة؟ أوكي. إيلاف محمد. إيلاف محمد. يلا شو الصورة اللي بعد الكايت تحتيها؟ شو اسمه هذا الفستان الحلو؟ دريس. دريس. شو أول شو الحرف المطلوب منك تختاريه؟ دي. الدي. يلا حط عليه. وينه موجود؟ هيو نمبر وان أول واحد ده دريس. وان. ثانك يو إلاف. تالا محمد حسن ولا هو أحمد محمد حسن؟ مس ليان. هي ليان محمد حسن. يلا يا ليان. طيب تالين حمزة. شو شو كمان الصورة اللي جنب الدريس يا تالين حمزة؟ إيش شوز. لا مش تحتيها جنبها جنبها. شورت. لا يا روحي الدرس. شايفة شطورة الدرس؟ رد. أيوة رد. بدي منك تحطي لي على حرف الد في رد. وين موجود؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ 3. Very good. يلا حطي عليه السيركل. Thank you تالين. Thank you. نروح على سما غسان. يلا يا سما غسان. سما غسان. يلا. يلا. آخر إشي. يلا يا سما غسان. تحت الدريس شو اسمه هذا الإشي؟ شوز. Very good. إحنا اتفقنا وتعلمنا إنه كيف أعمل حرف الشا. أحكينا بنحط حرف الأس مع الاتش بيصير صوته الشا. معناته انت بدك تحط دائره سيركل على هدول الحرفين الس مع الشا مع الها بيصير شا. اوكي يلا بتحط دائره على هدول الحرفين مع بعض. شوز. ثانك يو سما. عبد الخالق بعد الشوز شو في عندك يا عبد الخالق؟ عبد الخالق. يلا بعد الشوز شو في عندك؟ شوز. جيح. لا لا اخر اشي احنا بعد الشوز شو في
shorts. Very good. بدك تحط لي دائرة على أي حرفين؟ اللي هم شو اسمهم؟ S. وال H. مع بعض شو بصير صوتهم؟ S. Sh. Very good. بصير صوتهم sh. فبنحط دائرة على هدول الحرفين. الأس مع الأتش صوتهم شا. يلا يا فرات، يلا يا فرات، آخر صورة يا فرات. يس. يلا آخر صورة، شو في عندك؟ تي شيرت. بدي منك تحط لي سيركل على الشا. وين موجودين هدول الحرفين؟ هل هم أول حرف نمبر وان؟ أي فرات؟ اثنين. أيوة، الحرف الثاني والثالث. Two and three. Shirt. يلا حطوا عليها circle. نركز كتير منيح على هدول الحرفين يا حلوين. لازم نركز عليهم كتير كتير. اللي هم الس مع الش مع الها صوتهم ش ش ش. أوكي؟ بدي أروح أنا وياكم على السؤال الصفحة اللي وراها وبدي أحل بس السؤال الأول. أوكي؟ السؤال الأول كتير مهم. listen، بدك تسمع. في عنا two pictures، صورتين، واحدة لأمير والثاني لسلوى. كل واحد فيهم، أوكي، جنبه بوكس صندوق. بدك تكتب جوا الصندوق النمبر اللي بتسمعه. أوكي، so now you are going to listen and write the number that you hear. أوكي، listen and write. بدك تسمع وتكتب النمبر. الجميع البنسل في إيده. أوكي، لو اطلعنا على أمير ونوصف الأواعي اللي لابسهم أمير، بنلاحظ إنه أمير، يا محمد جميل، شو لابس يا محمد جميل أمير؟ أول إشي فوق شو لابس؟ لابس شو اسمها؟ هذه جرين، شو اسمها؟ تي شيرت. Thank you محمد جميل. محمد عبد الله، تحت التي شيرت شو لابس؟ محمد عبد الله، تحت التي شيرت شو لابس؟ ريد شو؟ ريد جينز. Excellent في الجينز. Excellent. محمد نبيل، آخر إشي شو لابس في الإجر؟ يلا يا محمد نبيل، شو لابس في إجره؟ هذا مش بلاك، ومش محمد نبيل الجاوب. أوكي، مريم معوض. يلا يا مريم، شو لابس في إجره أمير؟ شو سمينا هاي؟ شو؟ مريم شمس. شو اسمه اللبس في إجره هاي؟ شو سمينا؟ مريم شمس. أمير شو لابس في إجره؟ Shoes. Thank you, Maryam. Thank you. إذن هيك بنكون وصفنا أمير شو لابس. T-shirt, jeans and shoes. Thank you, Maryam. هاني اطلع لي على سلوى. يلا يا هاني، طلع لي على سلوى واحكي لي سلوى شو لابسة. بلش من فوق. اسمها هذه البلوزة سميناها؟ أمير. سلوى شو لابسة؟ تي شيرت. Thank you. Excellent. يوسف فراس. يوسف فراس، يلا، شو لابسة بعد التي شيرت؟ يوسف سمعني؟ يلا يوسف فراس، شو اسمها هاي؟ طيب يوسف عبد الله. يوسف عبد الله، شو لابسه بعد التي شيرت يا يوسف عبد الله؟ شو اسمها هاي؟ سكيت. يوسف عبد الله، شو اسمها هذه لبستها سلوى، تنوره الحلوه؟ سكيت. التنوره شو اسمها يا يوسف؟ سكيرت. Excellent. Very good. Thank you. ضل عندي اخر اشي لابسه في اجرها اللي هو الشوز. هلا شو المطلوب منكم تعملوا يا حلوين؟ listen and write the number. تكتب الرقم اللي بتسمعه جنب الصورة اللي بحكي لك إياها. يلا البنسل في إيدنا وراح نبلش. 1, 2, 3. Track 43. Unit 13.
Period 5, Activity 1. Listen and write. Amir. Jeans. 10. T-shirt. 1. Shoes. 3. Salwa. Skirt. 8. T-shirt. 2. Shoes. 5. Okay. Now I'm gonna repeat them again and pauses. وقف بين كل واحدة وواحدة عشان تجاوبوا معي. Yeah. And right. Amir. Jeans. 10. هاي محلولة. الجينز مكتوب جنبها 10. نشوف اللي وراها. T-shirt. 1. يلا يا سديل. شو سمعتي عند التيشيرت؟ T-shirt 1. Excellent. إذا منروح عند أمير. أول صندوق عنده جنب التيشيرت مكتوب 1. Thank you سديل. نسمع اللي وراها. Shoes. 3. يلا يا مجد. شو سمعت يا مجد؟ Shoes 3. Excellent. عندي الشوز تحت بنحط 3. هذا عند أمير. هيك بنكون خلصنا أمير. كتبنا 1 عندي التيشيرت و 3 عندي الشوز. هلأ بدنا نروح عند سلوى. يلا listen to سلوى. سلوى. Skirt. 8. شو سمعتي يا ملاك؟ سلوى سكيرت 8. Excellent. يلا نروح على صورة السكيرت اللي هي التنورة الحلوة. نكتب جنبها 8. Thank you ملاك. T-shirt. 2. رواد. يلا يا رواد. سام ما جاوب سام. يلا يا سام. T-shirt. شو النمبر؟ شو النمبر اللي حكت جنبها؟ نمبر 10. انا ما جاوبت 10. متأكد 10 ولا 2؟ 2. Very good. إذا جنب التيشيرت تبعت سلوى ما نكتب 2. إلياس أحمد. إلياس أحمد؟ جاوبت بس يلا أوكي آخر واحدة listen. Shoes. 5. يلا شو سمعتي إلياس؟ Shoes 5. Excellent. إذا عند الشوز تبع سلوى بدنا نكتب 5. أوكي؟ هيك بنكون خلصنا question number 1. عملنا listen and write. أوكي يا حلوين. وبعتقد لهون بكفي حصة اليوم. بنكمل إن شاء الله الحصة الجاي. أوكي؟ إذا اليوم شو عملنا أنا وياكم يا حلوين؟ عملنا مراجعة